أهلا بكم. يسكن في العاصمة بغداد قرابة 9 ملايين نسمة، وهذا الرقم الموثق بحسب آخر إحصائية رسمية أجريت عام 2016. في العاصمة بغداد تقع المنطقة الخضراء الأكثر تحصينا في البلاد، وتضم المنطقة الخضراء أبرز مؤسسات الدولة العراقية الحكومية والأمنية. تبلغ مساحة المنطقة الخضراء ما يقارب 10 كيلومترات مربعة. توجد في المنطقة الأكثر أهمية في بغداد أكبر سفارة في العالم، وهي السفارة الأمريكية التي دشنت عام 2009. تبلغ مساحة السفارة الأمريكية ما يعادل مساحة دولة الفاتيكان المستقلة. يفوق مجالها الجغرافي 6 أضعاف مساحة مقر الأمم المتحدة في نيويورك. تضم السفارة 6 مجمعات سكنية ومباني للنشاطات الدبلوماسية ومحطة كهرباء وملاعب للتنس ومتاجر ومحطة لمعالجة النفايات. يتمتع مجمع السفارة بنظام اتصالات شديد الحماية. بعد أن سمحت الحكومة العراقية السابقة فتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين، حيث كانت مغلقة أمامهم منذ عام 2003 وحتى بداية عام 2019. في نهاية العام 2019 حدثت محاولة اقتحام للسفارة من قبل أنصار فصائل مسلحة، ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا بدأت عمليات إطلاق ضربات صاروخية صوب السفارة الأمريكية ومحيطها، أو ما سميت بخلايا الكاتيوشا، إذ أن معظم الصواريخ التي تطلق تجاه السفارة من نوع كاتيوشا، وهذه التي أصابت في بعض الأحيان محيط السفارة الأمريكية، أخطأت هدفها في أحيان أخرى، تسببت بأضرار وإصابات بشرية لمواطنين عراقيين أيضا. استمرار عمليات إطلاق صواريخ الكاتيوشا من قبل فصائل مسلحة صوب السفارة الأمريكية بين فترة وأخرى دفع الإدارة الأمريكية إلى تحصين مقر السفارة وموظفيها الدبلوماسيين، إلى نصب منظومة دفاع لدرع أي عمليات مسلحة أو ضربات صاروخية تجاه مقر السفارة. المنظومة الدفاعية تسمى سي رام. نشاهد معا مقطع فيديو يوثق عملية نقل المنظومة الدفاعية وشكلها وحجمها والتحضير لعملية تنصيبها في محيط السفارة الأمريكية. إذن شاهدنا آلية عمل المنظومة الدفاعية سيرام. تتكون سيرام من وحدة مجهزة بنظام صواريخ مضادة مدفعية وهاون. الوحدة الواحدة تكلف قرابة 5,600,000 دولار أمريكي. الجزء الخلفي من الوحدة يحتوي على المولدات وأنظمة الكمبيوتر. تتحرك وحدة المنظومة الدفاعية بنظام رادار كيو باند على نظام الهوائيات المزدوجة. الرادار كيوباند يعمل بحركة 360 درجة بشكل مستمر، بحثا عن أي تهديدات قادمة إلى السفارة أو محيطها. تحت هذه الهوائيات المزدوجة مباشرة يخصص جهاز الرؤية الأمامية بنظام الأشعة تحت الحمراء ونظام كاميرات تكشف النيران. أما المنظومة الخاصة بنيران الدفع والتي تحتوي على الذخيرة وعملية إطلاق، فهي تضم المدفع الدوار ميم 61A1 فولكان غاتلينج. هذا المدفع يطلق ما بين 3,000 إلى 4,500 طلقة في الدقيقة الواحدة. معدل التصويب لهذا المدفع من 60% إلى 70%. المدفع الدوار يغذى بذخيرة في خزان حلزوني يغذي 1,550 طلقة بسرعة تصل إلى 75 طلقة في الثانية الواحدة. الطلقة النارية التي يطلقها مدفع المنظومة تتكون من رأس حارق ومادة حارقة ومادة شديدة الانفجار، وأيضا في أسفل هذه الطلقة قبل أن تصل الطلقات إلى الأرض هناك متعقب. هذا المتعقب يأتي في كل طلقة للوصول إلى الهدف المراد تدميره. منظومة سيرام الدفاعية منصوبة الآن في مقر السفارة الأمريكية، حيث نصبت للدفاع عن السفارة ومن فيها نتيجة استمرار العمليات والضربات الصاروخية التي تخرق الأمن في المنطقة الخضراء، وهو ما أجبر القوات الأمريكية لهذا الأمر. في المقابل أيضا
فإن الخروقات الأمنية بين الفترة والأخرى باتت تحرج الحكومة العراقية المتمثلة بجهود رئيس وزرائها مصطفى الكاظمي، والتي تسعى إلى احترام سيادة الدولة والقانون وفرض الأمن. لكن ما يجري بات يحرج الدولة العراقية أمام المجتمع الدولي، وهو ما يجبر استمرار فرض تجديد أمني أو استدعاء منظومات دفاع صاروخية لأكبر سفارة في العالم موجودة في العاصمة بغداد، وهو أيضا ما يجبر الحكومة على الاستعانة بالأشقاء والحلفاء لفرض هيبتها في البلاد.